الحديث عن التقارير التي تتحدث عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في العراق، معنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. سيد أحمد، بداية مرحبا بك. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تكشف عن نحو 300 اعتداء على الصحفيين في العام 2021. ماذا تعني هذه الحصيلة لكم كصحفيين؟ نعم، بداية أؤكد من أن هذه الحصيلة هي ليست الحصيلة النهائية، أو بعبارة أخرى هنالك العشرات من حالات الانتهاكات ضد الصحفيين لم تقيد ولم تصل إليها المنظمات الحقوقية وكذلك الإنسانية، لأن اليوم كما تعلم مساحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق هي نشطة، وهنالك العديد من الناشطين الذين تعرضوا لعمليات انتهاكات وتهديد واعتقال على يد سياسيين وكذلك على يد ميليشيات مشاركة بالحكم. للأسف هذه الانتهاكات تعني أن العراق كان وما زال بيئة غير آمنة للعمل الصحفي، وهو بيئة خطرة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى للعمل الصحفي. فنحن في العراق نشهد يوميا تقريبا العديد من قصص وحوادث الانتهاكات و الاعتقال والملاحقة التي تطال العديد من زملاء المهنة في العراق، كان آخرها ما حدث في النجف على يد أحد المرشحين الخاطرين التابعين لإحدى الميليشيات المسلحة، حيث قام بتهديد صحفي من أهالي النجف كونه انتقد الفساد الذي تورط به هذا الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر تطور إلى أنه تم تهديده بالقتل علانية وفي الشارع. كل هذا والأجهزة الأمنية للأسف لم تتوصل لحد الآن لهذه الجهات، والحكومة لم تضع هذه الجهات تحت طائلة المسؤولية. في هذه الحالة يعني عجز هذه الاعتداءات، نعم، على الصحفيين هي ليست اعتداءات فردية وإنما هي نمط عام للقوات الحكومية في العراق. نعم بالتأكيد هي نمط عام، بل أنها أصبحت تقليد لا يستحي أن تمارسه هذه الطبقة الحاكمة. كان آخرها يعني ما تعرض له الناشط برغام في من أهالي الحلة على يد رئيس البرلمان الذي حظي بولاية ثانية، وبمجرد حصوله على ولاية ثانية وفي اليوم التالي قام باستخدام سلطته والتأثير على الأجهزة الأمنية وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق هذا الناشط لأنه انتقد فساده وانتقد يعني فساد الكتل السياسية التي دعمته وأوصلته إلى سلطة الحكم. طيب سيد أحمد، أيضا هنالك نعم، منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن التعرض للصحفيين كان أثناء تغطيتهم التظاهرات والتحقيق في الفساد، ولكن هنا أين الوعود الحكومية بحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة في البلاد؟ هل كانت مجرد دعاية حكومية أم ماذا؟ نعم بالتأكيد، يعني كل رئيس حكومة جديد يأتي إلى السلطة ينادي بحماية حرية التعبير وينادي بحماية الصحفيين، ويتبجحون من أن العراق أصبح يعني بيئة آمنة لحرية الرأي وللصحافة وللإعلام، لكن في الحقيقة وعلى أرض الواقع يعني كل هذه الشعارات هي مجرد يعني هواء في شبك، والقوانين التي وضعت في الدستور العراقي وكذلك التي أقرها البرلمان العراقي في دورات سابقة يعني ثبت أنها مجرد حبر على ورق ولم يطبق منها شيء على أرض الواقع، بل أنه وكما قلت لك يعني اليوم الصحفيون يعني أكثر من نصف الانتهاكات سجلت على يد شخصيات سياسية ووزراء ومسؤولين ونواب في الحكومة العراقية.
فهذا إن دل على شيء يدل على أنه هذه الطبقة الحاكمة وهذه الأحزاب لا تحترم حرية التعبير وتمارس أقصى عمليات التنكيل بحق الصحفيين الذين يتناولون ملفات الفساد وما أكثرها في العراق. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا من بغداد.